نروح بقى لفقرة التصريحات اللي خرجت خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا. هنروح لكايو زايلر وهو وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، واللي اتكلم عن كواليس تجديد عقد ميكالي مع الاتحاد المصري وكمان تواليه لتدريب منتخب 2005. وقال زايلر: اجتمعت مع الاتحاد المصري لمناقشة أمر تجديد العقد، وكان هناك العديد من البنود التي اتفقنا عليها. المفاوضات توقفت في أحد الأوقات من جانب الاتحاد المصري، ولكن كان علينا احترام الامر وايضا دراسه العروض المقدمه للمدرب. لم يحدث وتفاوضنا مع نادي الزمالك نهائيا سواء قبل الاولمبياد او حتى بعدها، ولم نلتقي او نتلقى اي اتصالات حتى الان من نادي الزمالك. ميكالي رغبته الاولى كانت هي الاستمرار في مصر، وهو يشعر بالراحه هناك، ويؤكد دائما ان هناك لاعبين مميزين ويمكنه الاستفاده منهم. واختتم وكيل ميكالي تصريحاته: لم يحدث وان طلب ميكالي او عرض عليه فكره تدريب المنتخب المصري الاول، والاتفاق من البدايه كان واضح وصريح.